خلونا نطير لجنوب افريقيا علشان نطمن على فريق النادي الاهلي وزميلنا كريم احمد. تحياتي ليك يا كريم واتفضل. كل التحيه والتقدير ليك كابتن اسامه حسني، وكل التحيه لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي، بمشيئه الله وعلى بركه الله يا رب النهارده ان شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع، على جمهور النادي الاهلي، على اللاعبين، على الجهاز الفني. واحده من المباريات الهامه والمرتقبه الحقيقه لدى الجميع، الاهلي واورلاندو بايرتس هنا في جوهانسبرج في تمام الساعه 3 عصرا. هبدا معاك يا كابتن اسامه الحقيقه بالطقس والاجواء، يمكن دي البدايه اللي حابين نتكلم عليها النهارده، لان كنا الحقيقه الفتره اللي فاتت او الايام الماضيه مجرد وصولنا هنا الى جوهانسبرج الاجواء كانت صعبه شويه بالنسبه للطقس، درجه الحراره الرطوبه، كنا بنامل يكون النهارده اليوم يعني اهدى شويه بالنسبه لدرجه الحراره، لكن الحقيقه درجه الحراره في هذا التوقيت تصل الى 37، يعني درجه صعبه شويه بالنسبه لي كمان الساعه 3 عصرا بتاخد هذه المباراه. قلنا الحقيقه ان الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا مع لاعبي النادي الاهلي عشان يوفر السوائل، الامور الخاصه بالاستشفاء، الامور اللي بتبعد حاجات كثيره جدا عن الكرامبات اللي اكيد متوقع ان هي ممكن تحصل في مباراه يعني بالحراره والرطوبه العاليه جدا دي، لكن ان شاء الله باذن الله الخبرات اللي عند لاعبي النادي الاهلي، التحضير الجيد جدا، الرغبه المتجدده الحقيقه والقويه جدا لدى الجميع ان شاء الله باذن الله نعود من جوهانسبرج بثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا في مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. كالعاده كابتن اسامه، فندق الاقامه الاجواء كلها مطمئنه الحمد لله، تدريب الامس كان تدريب رائع جدا، واول امس كمان كل الامور كانت ماشيه بشكل طيب جدا، لكن الحقيقه يعني يمكن نقدر نقول اللي يعكر صف الامور دي هو الحقيقه يمكن كوكا يعني يمكن تصب نزله برد يعني بنسبه كبيره جدا يكون خارج قائمه هذه المباراه. كوكا من اللاعبين المميزين جدا اللي كنا بنتمنى ان شاء الله يكون كان متواجد مع قائمه فريق النادي الاهلي، سواء يكون متواجد على دكه البدلاء هيلعب واحد من اللعيبه اللي عندهم روح وشخصيه النادي الاهلي، لكن بنقول له الف سلامه يا كوكا. وانت عارف طبعا كابتن اسامه هيخرج طبعا ثلاث لاعبين من القائمه بالكامل، منهم مصطفى مخلوف، لكن منتظرين ايضا كمان اللاعب الثالث اللي هيخرج من قائمه النادي الاهلي، لكن الجاهزيه تامه لكل اللاعبين. طمنا على اسامه ابو علي، على اشرف داري، شفنا امور عديده جدا بنحاول ان احنا نقيم من عليها، الاشتراكات، الالتحامات، كل الامور دي الحمد لله النادي الاهلي بيعلن جاهزيه كل اللاعبين. يبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ايضا كمان مستر كولر ان هو يكون موفق جدا في اختيار التشكيل وسيناريو المباراه، لان انت محتاج ان انت يكون سيناريو المباراه مهم جدا وموزعه بشكل كبير نظرا لدرجه الحراره. الفنيات امور الحقيقه مش هنتكلم فيها، لان النادي الاهلي يعني بيمارس الامور التكتيكيه بشكل كبير جدا، الراجل في تدريب الامس فاولات ركلات جزاء حاول ان هو يتكلم على يعني ارتدادنا يكون ازاي، التغطيات العكسيه، الامور دي مش شايلين همها على قد ما احنا شايلين بس هم الامر الخاص بالطقس ودرجه الحراره، لكن ان شاء الله كابتن اسامه كل الامور والاجواء والظروف ورغبه لاعبي النادي الاهلي والروح اللي احنا منتظرينها من اللاعبين تكون هي سبب الفوز بمشيئه الله النهارده في مباراه هي الاهم الحقيقه بالنسبه لنا في هذه المرحله. ان شاء الله باذن الله كابتن اسامه من استاد اورلاندو بمشيئه الله، يمكن محاضره هتكون 12 هنا طبعا بتوقيتنا، يعني مجرد المحاضره تنتهي هنتوجه الى استاد اورلاندو، البروتوكول الخاص تصل قبل المباراه بساعه ونصف، الامور الحمد لله ان شاء الله باذن الله التامين وصلنا باذن الله يكون جيد جدا مع الكابتن حسام غالي كالعاده طبعا رئيس بعثه النادي الاهلي اللي ليه ادوار مهمه جدا على الجانب الاداري، وده بيريح وبيسهل امور كثيره جدا في الجزء الخاص طبعا بالجهاز الفني. ان شاء الله كابتن اسامه نصل استاد اورلاندو ننقل بقى الاجواء الخاصه بحضور الجماهيري، اكيد في كثافه جماهيريه كبيره جدا، نشوف جمهور النادي الاهلي، كل الامور دي مشيئه الله كابتن اسامه تكون معاك ومن خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي. بنشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، واكيد هنتواصل معاك مره ثانيه من ملعب المباراه عشان تطمنا على احماء النادي الاهلي وكمان الجماهير اللي هتحضر المباراه، فاكيد هنتواصل معاك مره ثانيه.